احيانا عاجبني حاله يعني الفهم اللي بقت عند الشعب المصري وحاله التوعيه اللي بقت موجوده عند المصريين. ده بيوضحوا ايه؟ بيوضحوا بيان صادر من دار الافتاء بيوضح حصاد عام الفتاوى في عام 2022. كان زمان اي حد عايز فتوى ممكن يسال اي حد ماشي في الشارع، يساله على حاجه معينه فيفتيه فالراجل يعمل بفتواه. لكن دلوقتي بقت الناس بتروح بالفعل لدار الافتاء. على مدار السنة أصدرت دار الإفتاء 1,500,000 فتوى تتعلق بحماية الأسرة ومواجهة التطرف والأفكار التكفيرية. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء. يا مولانا صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بيكم وكل عام وأنتم بخير. يا أهلا بحضرتك، وحضرتك طيب ودايما بخير. عايزين نعرف الإحصائيات، الفتاوى دي موزعة إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. في الحقيقة التقرير والبيان اللي أصدرته دار الإفتاء المصرية بخصوص هذا العام هو عمل في سبيل التنمية، يعني لابد أن نراجع أعمالنا وتقارير الجودة التي استطاعت دار الإفتاء من خلالها أن تثبت نفسها كمؤسسة فارقة في مجال الفتوى وبيت خبرة عالمي يصبح هو المرجعية الحقيقية لصناعة الفتوى وفهمها والتعبير الحقيقي عن المفاهيم الإسلامية الصحيحة. وبفضل الله سبحانه وتعالى تنوعت الفتاوى الشفوية والهاتفية والمكتوبة والإلكترونية، تطبيق الدار، البث المباشر، صفحات التواصل الاجتماعي، كل هذا للوصول إلى المهنية والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور، حتى بلغت الفتاوى كما نوهت حضرتك إلى أكثر من 1,563,000 فتوى. عظيم. إدارات الدار المختلفة في جميع محافظات الجمهورية استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى إن هي تنتج هذا العدد الكبير الذي ارتكز حول حماية الأسرة، حول تنميتها، حول الرد على الفكر المتطرف، القضايا المستجدة، أمور كثيرة جداً استطعنا أن نتناولها وأن نعمم تناول الإفتاء لكل ما يهم الناس وما يشغلهم في أمورهم. ده معناه يا فندم نعمم تناول الإفتاء، هل مثلا أن الفتوى تصلح لكل الناس أو تصلح لكل زمان ومكان؟ لا، التعميم هنا معناه الفرق بين الفتوى الشرعية المؤصلة والكلام المرسل على عواهنه، إن إحنا بنجمع بين الأصالة والتجديد، بنتصدى للقضايا المثارة بحيث إن إحنا لا نترك مجالا لكل من هب ودب أن عظيم. يتكلم في الشرع من غير خلفية حقيقية ومرجعية ثابتة وعلم مؤصل يستطيع من خلاله أن يبين حكم الدين. ولذلك فجاءت هذه الفتاوى تعبر عن المهنية الحقيقية لدار الإفتاء عندما تثبت أن هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان. اتكلمنا عن قضايا الطفل وقضايا الشباب، الفتاوى الخاصة بالقضايا التكنولوجية بما فيها الألعاب الإلكترونية، تطبيقات الهواتف، الظواهر السلبية الغريبة على المجتمع زي الابتزاز الإلكتروني، إساءة استعمال التكنولوجيا، أمور يعني نتعامل معها بكل عمق وبعيدا عن السطحية التي يحلو للبعض أن يتناول بها الأمور. عظيم. دكتور محمد، بشكل علمي منهجي. تمام. هل ممكن نعتمد على هذه الفتاوى في أننا يكون عندنا قاعدة بيانات لأهم ما يشغل بال الشعب المصري كله، وليكن على موضوع الابتزاز الإلكتروني، على موضوع حماية الأسرة، في توجيه صانع القرار لإصدار قوانين لحماية الأسرة مثلا؟ بلا شك دار الإفتاء مضت قدما في قضية حماية الأسرة وفتاواها بلغت حوالي 63% من هذه 1,563,000. فالأسرة تمثل أهم مرتكز عندنا في الفتاوى لأن المجتمع عبارة عن أسرة،
هي لبنه الاستقرار الحقيقيه. ولذلك تناولنا الاسره قبل تكوينها، تناولنا الاسره بعد يعني انشائها، كيف نتعامل مع المشكلات الزوجيه من خلال الارشاد الاسري والارشاد الزواجي، كيف نتعامل مع ظاهره الطلاق، دار الافتاء. هذه الامور تنفع من خلال التليفون يا فندم ولا لازم الاشخاص يكونوا موجودين في دار الافتاء؟ طبعا الطلاق اساسا لابد من وجود الاطراف، لكن نستطيع ان نذكر احكاما عامه على الطلاق ومحددات عامه يستطيع من خلالها الانسان ان يدرك اهميه هذا الميثاق الغليظ، وان الطلاق ليس كلمه تقال بل هو هدم للاسره، وبالتالي لا يمكن الإقدام عليه إلا بعد استنفاذ كل الطرق وكل الحلول لبقاء الأسرة، لأن الأسرة دائما الشرع ينظر إلى الحفاظ عليها والحفاظ على النشء ليتربوا في جو من الاستقرار والتفاهم والسكن والرحمة. عظيم. دكتور محمد، مين أكثر المتصلين للحصول على الفتاوى خاصة فيما يتعلق بحماية الأسرة؟ فتاوى الطلاق، ولذلك يعني الزوج ام الزوجه ام الابناء، اكثر فتاوى الطلاق او اكثر اسئله الطلاق التي تتصل بدار الافتاء المصريه عندنا من الاحكام الفقهيه والتاصيلات الشرعيه ما يؤكد ان غالب الطلقات لا تقع، وهو ده اللي خلى دار الافتاء تسعى في بالمشاركة مع وزارة العدل في ندوات للمأذونين على مستوى محافظات الجمهورية كلها، وقد شرفت بالمشاركة في إلقاء هذه الندوات وبيان أن الأسرة العمل على إبقاء الأسرة والعمل على حمايتها وأن تعيش في سكينة ومودة ورحمة، وعدم اللجوء إلى توثيق الطلاق إلا بعد استنفاذ كل الطرق. وكثير جدا من الطلقات التي يفتي البعض بعض من لا علم عنده أنها واقعة يتضح أنها غير واقعة، وهذا يعني باب كبير من أبواب الإصلاح الأسري الذي وفقنا الله تعالى إليه. طيب، ده عظيم جدا. كنت بسأل حضرتك، هل في شباب بيتصلوا بدار الإفتاء للحصول على فتاوى معينة ولا أهاليهم هم اللي ممكن يتصلوا؟ بفضل الله سبحانه وتعالى دخول دار الإفتاء المصرية إلى وسائل التواصل الاجتماعي بقوة واستعمالها للتطبيقات الحديثة خلى في تواصل كبير جدا من الشباب، وقضايا الشباب واضحة في أسئلة دار الإفتاء المصرية، واضحة في البث المباشر الذي يبث يوميا من دار الإفتاء المصرية ونتعامل به مع الأسئلة بشكل مباشر. لم يعد هناك حاجز بين الجمهور وبين دار الإفتاء، أصبحنا نرى بفضل الله سبحانه وتعالى الجمهور يقبل إقبالا كبيرا جدا على الذهاب إلى دار الإفتاء والسؤال عبر المنافذ المختلفة. من لم يستطع أن يأتي فعندنا الهاتفية، عندنا المراسلات، عندنا الإلكترونية، التطبيقات، كل هذا منافذ تيسر أمر السؤال حتى نحمي الشباب من الوقوع في فتاوى التطرف. عظيم جدا. وكمان انتشار الفروع كمان يا دكتور محمد بقوة أن تقضي على الظواهر أو مظاهر التطرف الواضحة، لكن نحن بتبييننا للمفاهيم الشرعية الصحيحة أصبحنا نجفف منابع التطرف والأفكار المتشددة، وكذلك في المقابل الأفكار المتساهلة التي يعني تدعي أن الدين لا يصلح للتطبيق أو هكذا. فالحمد لله دار الإفتاء تقف على ثغر كبير من ثغور الإسلام وتحمي شباب الوطن وشباب الأمة من الوقوع في التطرف ومن التفكك الأسري الذي عانينا منه كثيرا. عظيم. واحنا بنتكلم عن وسائل التواصل مع دار الإفتاء، يجب ان احنا كمان نشير الى فروع دار الإفتاء اللي بتفتح في المحافظات. لسه كنا بنفتتح من يومين على ما اعتقد في مطروح.
او يوم الجمعه اللي فات على ما اعتقد برضو مقر دار الافتاء هناك، عشان في بعض الفتاوى زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي بتحتاج ان الشخص نفسه يذهب بنفسه الى دار الافتاء. صحيح يا فندم، اشكرك على التهنئه. فعلا فرع دار الافتاء في مطروح لسه مفتتح منذ ايام، وبفضل الله سبحانه وتعالى نسعى في افتتاح فروع اخرى في جميع محافظات الجمهوريه، نسعى في زياده ساعات التدريب لتدريب المفتين على العلوم الحديثه والعلوم الاجتماعيه مع التكنولوجيا، نسعى ايضا في انشاء الاداره. يعني الفتوى اصبحت في علومها، كثير من علومها اصبحت علوما تجديديه، لان الواقع اصبح واقعا مركبا معقدا. صحيح. فيحتاج الى التحليل والتعامل مع الامور العلميه بطريقه منهجيه وليست بطريقة سطحية. صحيح. ولذلك فتوسعنا في إنشاء الإدارات، توسعنا في الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة حتى نواكب التطورات العالمية، توسعنا كما ذكرت حضرتك في فروع الدار. هناك أيضا لا أنسى تطبيق فتوى برو. فتوى برو ده تطبيق يعني إحنا أعلننا عنه في المؤتمر العالمي السابع اللي هو منذ أشهر، اللي هو الفتوى وأهداف التنمية المستدامة. أعلننا فيه عن بدء التشغيل الكامل لتطبيق فتوى برو. عظيم جدا ده يا فندم، عشان نقدر نوصل يا دكتور محمد كمان لكل الناس في كل الوسائل، تكون دار الإفتاء موجودة على كل الوسائل. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا جزيلا ليك.